السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله متابعين قناة هاوي عدد. اليوم راح نشرح معاكم جهاز للدرام سندر. راح نتكلم عن شنو الدرام سندر، شنو وظيفته في الورشة، وشلون راح يختصر لك وقت واجد وراح يعطيك نتيجة جدا نظيفة. وقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون تسوون اشتراك للقناة ونشر للفيديو وتفعيل الجرس واعجاب للفيديو. جهاز الدرام سندر عبارة عن درام أو شكل اسطواني ملفوف عليه ورقة صنفرة، فراح يدور عكس دخول الخشب وصنفر سطح الخشب، وتحت عندنا حزام صنفرة، هذا راح يسحب الخشب للداخل وهذه راح تسطح أو تصنفر سطح الخشب. هذا عندنا ذراع رفع وننزل على حسب سماكة الخشب، هذا عندنا مسطرة لارتفاع أو السماكة للخشب. ويميز الحجم الصغير أنه فيه قارئ إلكتروني بالملي أو بالمايكرو عشان الارتفاع والنزول. وعندنا ذراع كويك في الحجم الصغير، نفتح القفل مباشر رفع وننزل بهذه الطريقة. طبعا هذا الجهاز مقاس 16 انش، عندنا اعلى ارتفاع 3 انش بحدود 7.6 سنتي، واقل سماكة نقدر نصنفرها توصل الى 0.5 ملي. هذا زر التشغيل، طبعا زر التشغيل مغناطيس، يعني راح نضغط ويشتغل معانا الجهاز، ولا سمح الله طفاء الكهرب راح يفصل معانا ولرجع الكهرب ما راح يشتغل الا اذا ضغطنا مره ثانيه. وهذا زر الايقاف مباشر راح يوقف الجهاز. وهذا الدايمر نتحكم بالفيد او دخول الخشب بهذا الشكل، كل ما زدنا ورفعنا راح يزيد سرعه دخول او الفيد للخشب. اللي ما يتلاقونه انه في حال صار لود او ضغط كبير فراح اوتوماتيك راح يقلل السرعه بشكل اوتوماتي. عندنا منفذ بحجم 4 انش لشفط الغبار، وهذا للدرام سندر. آلية تغيير الحزام جدا سهلة، عندنا هذا الكليبس نضغطه فراح يطلع معانا الحزام، وعندنا كليبس للجهة الثانية، واذا حابين نركب واحد جديد نقفل من اليسار من اليمين، ندخل هذا في الكليبس نسحب على تحت نشده نقفل عليه. هذا الشكل نقدر نغير الحزام. ومن هنا عندنا مفتاحين، هذا المفتاح ونفس الشيء للجهة الثانية عشان نوزن البلت، وإذا حبينا نغير البلت نفتح هذا الشكل، نفتح من الجهة الثانية هذا الشكل نقدر نطلع الحزام ونغيره. طبعا نفتح صاملتين عشان نطلع البلت، نوزن البلت أو الحزام في النص وبعدها نشد. قوة الماطور 1.5 حصان، يشتغل على 220 فولت 60 هرتز، يعني راح يشتغل معاك بكهرباء البيت 1720 لفة في الدقيقة. لو نلاحظ الجهاز ان هذه الجهة مسكرة لكن عندنا هنا مجال مفتوح، يعني نقدر نصنفر 16 انش زائد 16 انش إضافية، دبل مقاس الجهاز. الجهاز يجي الماطور والدرام سندر وطاولة السحب مع الستاند، ونقدر نشتري لها طاولات اكستنشن من الجهتين علشان يشيل الخشب وهو داخل وطالع إذا كانت الخشبة طويلة. آلية التكفيل جدا سهلة، نرفع الطاولة شوي نضغط على هذه من الجهتين راح تنزل الطاولة. وهذا عندنا حجم 25 وحجم 19، اثنينهم نفس الجهاز نفس الماطور ونفس السحاب، يختلف حجم الدرام سندر او الحجم في العرض، عندنا 25 انش وهذه 19 انش. قوة الماطور في 25 انش و 19 انش 2.25 حصان، وراح يشتغل معانا على 220 فولت 60 هرتز 1720 لفة في الدقيقة
يعني راح تشتغل معك أيضا في كهربة البيت. إضافة على الثلاثة أجهزة عندنا في مقاس 25 إنش هذا الجزء، لأن عندنا مساحة كبيرة فضافوا لنا ثلاث رولات من الحديد تحمل وزن الخشب. في نقطة مهمة لازم نذكرها، وقت تركيب الجهاز راح يجي الجهاز مركب، هذا الرأس والجهاز، والطاولة راح تكون منفصلة. وقت التركيب نشد كل الصواميل بالدريل، ما عندنا أي إشكال، لكن عندنا برغيين واحد واثنين، هذا شد يدوي بشكل بسيط، ما نضغط عليه واجد لأن عندنا مفتاح، هذا نزلة على تحت راح يرفع الطاولة شوي على فوق في حال أن احنا راح نصنفر قطعة أكبر من حجم الجهاز فيحتاج نقلبها. بدون هذه الآلية راح يطلع لنا خط، راح يصنفر في هذا الجزء والجزء الخارجي ما راح يتصنفر، راح نقلبها طلع لنا خط في النص. بس مع هذه الطريقة راح يرفع جزء بسيط ونقلبها فراح يوازن الصنفرة ليفل واحد. لو نلاحظ شلون هذا العمود مشطوب من فوق، نزلنا هذا الذراع راح ترفع الطاولة بشكل بسيط. ففي حال شدينا هذا المسمار بالدريل راح يحشر هذه ويسكر المجال ان احنا نقدر ننزل هذا الذراع نرفع الطاولة. شنو راح يضيف لنا الدرام ساندر من الصنفرة او الشغل؟ عندنا هذه القطعة، قطعة خشب لو صنفرناها بالصنفرة اليدوية الدائرية او المربعة راح تكون الصنفرة متوزعة على حسب الحجم، نقول مثلا 5 انش بهذا المقدار فراح نصنفر ونتحرك بهذا الشكل، تمام. ممكن يكون عندنا نزول من هذا المنطقة وهذه تكون مرتفعة على حسب التحرك والمدة اللي راح نوقف فيها في كل منطقة. أما عندنا في الدرام سندر راح ندخل القطع كاملة والدرام راح يصنفر، راح يدور ويصنفر كل الأجزاء بنفس المستوى ويطلعها من الجهة الثانية، راح يقلل لنا من الوقت والجهد الكبير، لأن راح نفترض أن عندنا 50 قطعة من هذه بنسوي مثلا فيها دروع أو أي شيء أو أي عمل راح نعمل بهذه الخشبة، راح ندخل تطلع من الجهة الثانية وراء بعض مباشر راح يصنفرون جميع وبنفس المستوى وبنفس السماكة. من أهم الأعمال للدرام سندر هي صنفرة الاند جرين، أعمال الكاتنج بورد أو الأعمال اللي تكون فيها الاند جرين مثل الكوكيز حق الأخشاب، هذه ما نسطح على البلانر لأنه راح يكسر لنا الاند جرين وبعد راح يضرر لنا البلانر. لتسطيح الاند جرين نستخدم فيه الدرام سندر لأنه راح يصنفر جزء جزء، أصلب شيء موجود عندنا بالخشب عند الاند جرين. في الختام الدرام سندر راح يوفر لك جهد كبير واختصار جدا كبير في الوقت وراح يعطيك نتيجة جدا فلات عكس الصنفرة اليدوية. ولا تنسون تسوون اشتراك للقناة واعجاب ونشر للفيديو وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد من قناتنا.